كمين استثمر باخد كلمتين راس كلمتين بديوس راس ايه تاني اكسبنس. لو انا اتكلم معاك انا قايمه قايمه اسمها قايمه مين الاونر اللي هو مين عندنا حق الملكيه. قايمه اونر دي تاخد كلمتين راس المال زائد اضافات زائد ارباح ناقص خسائر ناقص مسحوبات. يبقى كده تاني قايمه عندنا بيتكتب فيها كلمتين يا اساتذه راس المال واضيف عليها كلمتين اضافات واضيف عليها كلمتين ارباح واضيف عليها كلمه بطرح الخسائر واطرح مين تاني مسحوبات. طيب نمشي خطوه خطوه. راس المال عندي باسم ايه؟ كابيتال. راس المال عندي باسم ايه يا اساتذه؟ طيب اي اضافات معناها باسم، اي ارباح معناها نت انكم، اي ارباح معناها ايه؟ اي خسائر معناها نت لوس. عندي كلمه مين؟ المسحوبات وسترو. المسحوبات معناها ايه يا اساتذه؟ ده كده شكل قايمه مين عندنا؟ الاونر. اخر قايمه عندك اللي هي المركز المالي او الميزانيه اللي هي مين عندي؟ البالانس شيت اللي هي مين عندنا يا اساتذه؟ البالانس شيت. ودي عباره هنا عن كلمتين الاسيتس اللي هي مين؟ الاصول. وهنا كلمه مين؟ الليابيلتيز اللي هي مين عندنا؟ الخصوم. وهنا الاونر اللي هي حق مين؟ الملكيه. يبقى ده شكل الثلاث قوائم اللي في ثاني درس اللي في ثاني درس. يبقى احنا كده عندنا قائمة اسمها قائمة مين؟ انكم ستيتمنت ننزل فيها كلمتين. الفيديو كلمتين تاني. ثاني قائمة عندك قائمة مين؟ ننزل كلمتين. كابيتال بس نت انكم بطرح مين؟ نت لوس بطرح مين؟ بس رو. اخر حاجة عندك اللي هي مين؟ البالانس شيت. عندي كلمة مين؟ بس الليابيلتيز و نبدأ كده يا أساتذة خطوة خطوة. معايا في صفحة رقم ثلاثة. أول تمرين معايا هتبقى فين؟ ديف كمباني ريفيديو. كلمة ريفيديو معناها إيه؟